السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم Physics of Nuclear Medicine. Nuclear medicine, one of the medical procedures used to diagnose the diseases. إذن هي النيوكليير ميديسين الطب النووي هو طريقة تشخيصية للأمراض. حتى نفهم نجي ندخل في مفهوم الطب النووي نيوكليير ميديسين لازم نعرف مفهوم الراديو اكتيفيتي. الراديو اكتيفيتي it is the property of some natural elements that have unstable nuclei which disintegrate to emit various rays alpha, beta or gamma. هنا نقصد بها انه الراديو اكتيفيتي هي خاصية المادة اللي تكون عناصرها غير مستقرة وتتحلل هذه العناصر بانبعاث ثلاث انواع من الاشعة، اما اشعة الفا او بيتا او جاما. الوحدة المستخدمة لقياس الراديو اكتيفيتي اللي هي الراديو اكتيفيتي طبعا هي النشاط الاشعاعي، الوحدة المستخدمة لقياس الراديو اكتيفيتي هي الكيوري. الواحد كيوري يساوينا 3.7 في 10 أس 10 disintegration per second، يعني التحلل بال ثانية. ال SI unit ال International System unit مع ال radioactivity هي البكرل. الواحد بكرل شي يساوينا 1 disintegration per second. لكل مادة عندها ال decay مالتها التحلل مالتها لكل عنصر إلى التحلل مالته يكون ثابت. هذا مقدار التحلل او معدل التحلل اعبر عنه بالهالف لايف اللي هو الزمن اللازم لتحلل نصف كمية المادة المشعة. هسه نجي الى انواع الراديشن اللي يبعثها الراديو اكتيف ماتيريال اللي هي قلنا اما الفا بارتيكل او بيتا او جاما. الالفا بارتيكل هي نيوكلياي اوف هيليوم اتوم، نواة ذرة الهيليوم تكون بوزيتيفلي تشارجد شحنتها موجبة and can stop in few centimeters of air، ممكن نوقفها بسنتيمترات قليلة من الهواء. النوع الثاني البيتا بارتيكل، العفو بيتا بارتيكل، البيتا بارتيكلز، البيتا بارتيكلز تكون نيجاتيفلي تشارج، هي يسموها عادة الكترون ايدنتيكال، شحنتها كتلتها نفس شحنة الكتلة في الالكترون، وتكون مور بينتريتنج ذان الفا بارتيكلز، ادها قابلية للاختراق اكثر من الالفا، وكان ستوب ان فيو سنتيمترز اوف تيشو، يعني سنتيمترات قليلة من التشو، العفو مليمترز اوف تشو، مليمترات قليلة من التشو ممكن انه توقف لنا البيتا بارتيكل. الجاما راي فيني بيريتريتنج فوتونز، هي فوتونز ايدنتيكال تو اكس راي، مثل الاكس راي فوتونات، لكن طاقتها اعلى من طاقة الاكس راي، وبالتالي تكون البينتريشن مالتها جدا عالية، عندها قابلية على الاختراق، لكن تبقى طاقتها اعلى من طاقة الاكس راي. الايزوتوبس شخصت بها هي نيوكلياي اوف ا جيفن اليمنت، نويات لعنصر معين اللي يختلف بها الديفرنت نمبر، هاف ديفرنت نمبر اوف نيوترونز، يعني نفس العنصر لكن عدد النيترونات مالته يختلف، بالتالي كل واحدة راح تعطينا نظير، كل عدد من النيترونات يعطينا نظير يختلف. الراديو ايزوتوبس هي النظائر اللي تكون مشعة اللي عندها تكون انستيبل اللي يصير بها ديكي تحلل وتعطينا انواع الراديشن التي تم ذكرها سابقا. Nuclear medicine involves the administration of a trace amount of radioactive materials, radionuclides that are used to provide diagnostic information in wide range of disease. هذا استخدام للنيوكليير ميديسين بالطب النووي، انه اني دا انطي مادة مشعة، هاي المادة المشعة وين انطيها؟ انطيها داخل الجسم، من تدخل داخل الجسم راح تبدي الشع، مع
من الشعاعين راح اخذ هذا توزيع الاشعاع اللي يصير بالجسم اكون صورة. اذا النيوكليير ميديسن عملية تشخيصية الغاية منها تكوين صورة حالها حال الدياغنوستيك اكس راي، لكن اختلافها عن الدياغنوستيك اكس راي انه الدياغنوستيك اكس راي نستخدم اكس راي بنتريتينج ذا بودي، هنا لا نسوي ادمنستريشن ننطي المريض مادة مشعة والمريض هو يقوم يشع واحنا ناخذ الراديشن مادة ونكون صورة. الراديو فارماسيوتيكالز الأدوية اللي بيها مواد مشعة، يعني حتى أخلي المادة المشعة ملائمة لأنه تنزرق للمريض أو يشربها المريض تنزرق الهياء مثل ما قلنا، لازم تكون مناسبة لهذا الغرض تكون مو سامة. فلذلك أخلي العناصر المشعة أمزجها مع مواد معينة أخليها ملائمة للامتصاص من خلال الجسم. الراديو نيوكليايدز used in nuclear medicine as called radio pharmaceuticals and emit، طبعا بالطب دائما استخدم مواد مشعة تبعث لي اما جاما راي او بوزترون وينديكي عندما تتحلل. البوزترون شن هو البوزترون؟ البوزترون هو بوزيتيف بيتا، يعني نفس بيتا لكن عنده شحنة بوزيتيف، are emitted by the disintegration of some man-made radionuclides. لربما سائل راح يقول ليش ما ذكرتها هناك البوزيترون بالبداية وهي ثلاث أنواع الأشعة؟ أقول لكم البوزيترون تنبعث من العناصر مشعة الصناعية اللي مصنوعة man-made، يعني صناعة الإنسان، ما موجودة عناصر بالطبيعة تتحلل يصير بها ديكي بانبعاث البوزيترون. المواد اللي موجودة بالطبيعة تتحلل أما بانبعاث ألفا بيتا جاما، لكن البوزيترون تنبعث من مواد مصنعة. طبعا المادة حتى تكون العنصر المشع حتى يكون مناسب للاستخدام بالنيوكليير ميديسين لازم عدة شورت هالف لايف، عمر النصف مادة قليل. ليش؟ حتى لا يبقى المريض يشع فترة طويلة، فترة قليلة يصير بي دي كي المادة المشعة راديو ايزوتوبز يصير بيها دي كي وبعدين تنتهي، زين حتى لا يستمر انه المريض يبقى عندي يشع لفترات طويلة. البوزيترون إميتر ليش يستخدموها؟ يستخدموها لأنه الهالف لايف مالتها كلش قليل، بحيث أنه ما يقدرون يستوردوها أو يشتروها ويجيبوها يستخدموها بالنيوكليير ميديسين، لا يحتاجون أكسلريتر معجلات بالموقع، زين فينتج هاي المادة البوزيترون إميتر ويستخدمها مباشرة بالنيوكليير ميديسين. طبعا The most important radiopharmaceuticals used in nuclear medicine هي التكنيشيوم 99 ميتاستيبل، تكنيشيوم 99 ميتاستيبل as a photon emitter والفلوراين 18 as positron emitter. يعني أهم radioisotopes، the most important radioisotopes used in nuclear medicine are تكنيشيوم 99 metastable as photon or gamma ray emitter and fluorine 18 as positron emitter. هسه راح نجي هنا بعدها راح نبدي نتعرف على الخصائص لكل واحد من عندهم. التكنيشيوم 99 metastable طبعا الهالف لايف مالته ايش قد؟ 6 hours 6 ساعات، which is optimal for most metabolic studies، يعني الدراسات اللي تتضمن فعاليات أيضية يكون جدا مناسب الهجقة من هو التكنيشيوم 99 ميتا ستيبل. طبعا التكنيشيوم 99 ميتا ستيبل decays يتحلل الى تكنيشيوم 99 by emitting gamma ray with an energy output of يعني الطاقة اللي ينطيها الجاما راي تقريبا 140 كيلو إلكترون فولت 140 كيلو إلكترون فولت. This energy is optimal for detection by
scintillation detector. بواسطة العدادات الوميضية. هذه الطاقة ليش مفيدة؟ مفيدة لأنه ممكن قياسها باستخدام العداد الوميضي. التكنيشيوم 99 itself has a half-life of 211,100 years. يعني الhalf-life مالته كلش طويل and is therefore negligible effect on the patient. يعني ما يتحلل, تقريبا stable. هو non-stable لكن حتى يتحلل يصير للنص يحتاج 211,100 سنة. يا الله يتحلل للنص. يعني إذن تقريبا يكون stable أو خامل جدا, لذلك ما بي تأثير. أما الفلوراين 18 مثل ما قلنا إنه البوزيترون إيميتر, هي سايكلترون بروديوست, تنتج بواسطة معجلات موجودة, والهالف لايف مالته الاف 18 110 مينتس. الدي كي تو ستيبل يتحلل الى اوكسجين 18 باي ايميتينج بوزيترون. يعني الاف 18 يتحلل الى اوكسجين 18 وبوزيترون. هسه نجي الى عرفنا الراديو فارماسيوتيكال, راح نجي نبدي بالنيوكليير ميديسين ايميجينج. There are two classes of nuclear medicine imaging techniques. عندنا نوعين من الايميجينج تكنيكس بالنيوكليير ميديسين. النوع الاول اللي هو السنجل فوتون ايميجينج. السنجل فوتون ايميجينج used radionuclides that decay by gamma ray emission. يعني منو؟ يعني أي عنصر يتحلل بواسطة انبعاث الجاما ري هو استخدمه بالسنجل فوتون ايميجينج. وبهذا النوع عندنا two types of techniques. البلانر سنتغرافي, البلانر سنتغرافي اللي هو two dimensional image ثنائي الأبعاد, obtained by taking picture of the radionuclide distribution in patient using gamma camera. يعني أنا patient مو راح أنطي radioactive material, أنيمة على table وأكو فوق patient تكون الجاما كاميرا, شو تسوي؟ تدرسنا توزيع الراديو isotopes. يعني أشوف أي جهة ينتج من عندها more radiation, أي جهة ينتج من عندها أقل راديشن. شنو الفلسفة هذه؟ من جايتني؟ شنو الفكرة هاي؟ بمن تفيدني؟ تفيدني دائما التيومر سيل, الخلايا السرطانية تكون مور أكتف, فعالة أكثر, بالتالي يكون البلد سبلاي مالتها أكثر. فمن يكون البلد سبلاي مالتها أكثر إيش راح تكون, إيش راح تأخذ؟ راح تأخذ لي راديو أكتف ماتيريال أكثر, بالتالي راح ينبعث من عندها راديشن أكثر من النورمال تشو. هنا بإيش نستخدم بالبلانر سنتغرافي؟ نستخدم الجاما كاميرا. الجاما كاميرا هي عبارة عن لارج كريستال أوف صوديوم أيودايد اللي هو سنتيليشن ديتكتر, عداد وميضي كبير نستخدمه إلى يوز تو ديتكت جاما كاميرا. يلتقط لي الجاما كاميرا. السنتيليشن ديتكتر شي يسوي؟ راح يحول لي الجاما راي الى فيزيبل لايت فوتون. هاي الفيزيبل لايت فوتون يا حياخذها فوتو ملتيبلاير متحسس للضوء, هذا الفوتو ملتيبلاير يحولها الفيزيبل لايت فوتونز الى الكتريكال سيجنال. طبعا هاي الالكتريكال سيجنال راح تروح للكمبيوتر يصير بها انالايزيشن وتكون لي الصوره. هنا الصورة 2 dimensional. المشكلة وين؟ المشكلة بالdepth information. يعني أقدر أحصل من عدها بالنسبة للتيومر أحصل منه طول وعرض, لكن الdepth العمق ما أقدر أحصله, ما أقدر أحصله من الجاما كاميرا. لذلك إيش راح ننتقل
الى single photon emission computed tomography. قبل لا ننتقل له خلينا نعرف الميجر كلينيكال ابليكيشن اوف بلانر سنتوغرافي. شنو هي التطبيقات؟ طبعا لحد الان يستخدم على الرغم من صورته 2D لكن يستخدم المن الهول بودي بون سكان. يعني اذا بيشنت يردون يشوفون عندك كانسر هول بودي بون، يعني يسووا له لكل الجسم سكان لكل جسمه للبون مالته باستخدام منه تكنيشيوم 99 ميتا ستيبل. وذيس اكزامينيشن كونستيتيوت اباوت 20% of nuclear of all nuclear medicine scans. يعني هذا الفحص تقريبا هو يشكل لنا 20% من الفحوصات بالنيوكليير ميديسين. ان اديشن بعد ما نستخدمه التو دايمنشنال نستخدمه للثايرويد فانكشن يوزينج ايودين 123 والثايرويد كانسر ايودين 131 والبولمونري امبوليزم يوزينج تكنيشيوم 99 ميتا ستيبل وللكيدنيز to detect kidneys using technetium 99 metastable are scanned using planar scintigraphy. نستخدم هذني كلهن ممكن افحصهم باستخدام البلانر. البلانر من اقول معناتها 2D ثنائي، احصل على صورة ثنائية الابعاد. التكنيك الثاني اللي هو هم باستخدام، يعني بعدني بالمجموعة الأولى بسنجل فوتون إيميجينج باستخدام منه الجاما راي إيميترز، يعني باستخدام العناصر المشعة اللي تبعثني جاما راي اللي هو سنجل فوتون إيميشن كومبيوتد تومغرافي. هذا السنجل فوتون شباب مثل ما نتذكر عرفنا بمحاضرة الأكس راي فكرة السي تي سكان اللي هي البيشنت محاط برينج اوف ديتكتورز، يدخل البيشنت وبعدين يفتر داخل الرينج الاكس راي تيوب. هذا السي تي العادي. هنا السبكت سي تي سنجل فوتون ايميجينج كومبيوتد توموغرافي. السبكت هنا شنو هو هذا السبكت؟ السبكت هنا نفس السي تي سكان فكرته، بس هو طبعا ايضا قلنا يعني يحصل نفس السي تي سكان قلنا يحصل صورة 3 dimensional ثلاثية الأبعاد cross sectional مقاطع عرضية، بالتالي راح يكون بها طول وعرض ودبث وعمق، يعني ياخذ لي مقاطع عرضية. هنا الاسبكت سي تي شلون يصير؟ يصير بال 2 or 3 جاما كاميرا، جاما اكثر من جاما كاميرا واحدة، 2 او 3 يدورن داير مداير المريض. من يدورن داير مدار المريض راح ياخذن information او radiation من كل الجهات حول المريض، راح مثل ما قلنا ياخذن السيجنال، هاي السيجنال يصير بها reconstruction اعادة بناء، راح تكون لنا مقاطع عرضية. Then this allow cross sectional image of the distribution of radionuclei to reconstructed those providing three dimensional with depth information اللي هي missing from two dimensional imaging. The most important application mal spect is for assessing myocardial perfusion to diagnose coronary artery disease using technetium 99 meter stable or TL-201. Respect studies are also performed to measure blood perfusion in brain, most commonly using technetium 99 metastable. هذه الابليكيشن مالته. كل تكنيك لازم تعرف شنو هو التكنيك وشنو الابليكيشن مالته. خلينا نجي ناخذ التكنيك الاخير اللي عندنا هو النوع الثاني اللي هو البوزيترون ايميجينج. الحقيقه ذنيش التو تكنيكس ليش يسموها سنجل فوتون ايميج؟ يسمون سينجل فوتون ايميجينج لانه الراديو نيوكليايد ديكي باي ايميتينج جاما رايز، فراح تتكون لنا صوره المن للبودي باي ديتكتينج جاما راي. هنا البوزيترون ايميجينج ليش هناك سموه سينجل فوتو؟ احنا البوزيترون شباب مو قلنا هو ينتج عن المان ميد ايزوتوبس اللي هي عن صنع الانسان، ويكون البوزيترون يكون
very short lifetime يعني ما يبقى هواية من ينبعث ما يبقى شو يصير بيه يصير بيه inhalation inhalation يعني شنو فناء ويا من هو يا إلكترون مو هو موجب البوزيترون راح يحاول يلقى شنو إلكترون سالب فيصير بي inhalation with إلكترون فناء ويا إلكترون وراح يعطيني شنو طاقتهم المن تتحول إلى 2 gamma rays لذلك هنا هناك قلنا single photon imaging هنا double photon imaging لأن كل بوزيترون واحد راح يعطيني شنو 2 gamma rays وأيضا راح نستخدم يعطينا 2 gamma rays هي هاي الجامما راي اللي راح تأخذها الكاميرا التوموغرافيك imaging are formed by collecting data from many angles around the patient resulting in positron emission tomography هنا اللي هو البت البوزيترون imaging tomography البت شنو معناته هناك مو قلنا بالسبكت قلنا 2 over 3 gamma camera rotate around the patient هنا لا هنا ring of detectors مثل المفراس ديتكترات داير مداير المريض نفس المفراس لكن شنو ما بي اكس راي تيوب السورس مال الراديشن منو راح يصير البيشنت اتسلف البيشنت نفسه البيشنت هو اللي راح يكون السورس اوف راديشن ليش لان انا طيته بوزيترون ايميتر راح ينتج يشع بوزيترون بوزيترون قلنا يصير بي انهيليشن وذ الكترون وراح يعطيني 2 جاما رايز هذه الجاما رايز منو راح تاخذها راح تتاخذها الديتكترات تكون لنا صوره هنا طبعا اذا حد يقول ربما سائل يسال يقول شنو فائده البت شنو فرقه عن السبكت البت هنا يكون الصوره مالته اوضح من 100 الى 1000 تايمز بيتر ايمج كواليتي ذان سبكت صورته جدا واضحة ليش؟ لأن multiple detector هناك 2 or 3 gamma camera هنا ring of detectors داير مداير المريض راح ياخذ information من كل الجهات من ال patient the major disadvantages of PET be disadvantages هو ال on-site cyclotron it's need on-site cyclotron قلنا انه بما انه positron emitter يحتاج cyclotron وبالتالي راح يكون too expensive غالي جدا the application of PET include the whole body scan using fluorine 18 to study glucose metabolism where cancer cells show up as area of increased metabolism مو احنا قلنا cancer cell تكون more active من تكون more active more blood supply معناتها من يكون more blood supply راح تأخذ more contrast فراح تعطي العفو more radioactive material بالتالي راح تعطي more radiation تعطي أكثر إشعاع the PET with fluorine 18 can be used to diagnose a brain tumor also with RB82 increasingly being used to study myocardial perfusion هنا وصلنا إلى نهاية الفيزيكس اوف النيوكليير ميديسين اللي قلنا ارجع واكد هنا انه النيوكليير ميديسين هو دايجنوستيك بروسيجر طريقه تشخيصيه aims to find the images of human body صور للهيومن بودي الفيديو اللاحق ان شاء الله راح نشرح الفيزيكس اوف راديو ثيرابي شكرا لكم شباب وملتقانا قريبا شباب تعرفنا بالفيديو السابق على الفيزيكس مال النيوكليير ميديسين وقلنا انه النيوكليير ميديسين هو وسيلة تشخيصية هسا راح نتعرف على الفيزيكس اوف الراديو ثيرابي الراديو ثيرابي وسيلة علاجية الهدف منها kill the cancer cell هدفنا الاساسي من الراديو ثيرابي هو قتل الخلايا السرطانية حتى نعرف الفيزيكس مال الراديوثيرابي اول شيء لازم نعرف بشكل عام اليونتس اللي تستخدم بالراديوثيرابي
اليونتس المستخدمة أو الوحدات المستخدمة، أول وحدة هي الروندجين. الروندجين it is the unit of exposure، هي وحدة قياس التعرض اللي هي مبنية based on ionization in air. It is only used for X-ray and gamma rays in air. يعني هو مقياس مقياس للتأين الحاصل في الهواء بسبب الإكس-راي أو الجاما-راي. المقدار الروندجين يساوي لنا 2.58 في 10^-4 كولوم بير كيلوغرام. احنا نعرف انها عملية التأين هي عملية تكوين ايونات، اذن انها تكون لي شحنة، فلذلك الوحدة الروندجين يساوي 2.58 في 10^-4 كولوم بير كيلو جرام. الراد شنو؟ الراد يونت اوف الابسورب دوز، هي وحدة قياس الجرعة الممتصة. الواحد راد ايش قد يساوي لي؟ 100 ايرك بير جرام. الايرك وحدة شنو؟ طاقة. 100 ايرك بير كيلو بالعفو بير جرام. It is the radiation beam that gives 100 ergs of energy to 1 gram of tissue. Rad can be used for any type of radiation in any material. يعني مو مثل الروندجين، الروندجين يقيس لنا يستخدم للإكس راي والجاما راي وللتأين الحاصل وين؟ في الهواء فقط. بينما الراد هنا ممكن نستخدمه الأي تايب of radiation والأي type of material. الجراي it is the international SI unit of the dose. الوحدة اللي هي بال system of international unit اللي هي الوحدة اللي تستخدم لقياس الدوز الابسورب الدوز الجرعة الممتصة. الواحد جراي يعني إذن هي أكبر من يش من الراد. الواحد جراي راح يساوينا 1 جول بير كيلو جرام. since a joule is لأنه الواحد جول هو 10^7 إيركس، الجراي راح يساوينا 100 راد. لو تحولون الجول للإيركس والكيلو جرام للغرام راح تشوفون إنه الواحد جراي يساوي لنا 100 راد. إذن الجراي هي يونت للأبسورب دوز، نفس الراد، الأي نوع of radiation، الأي نوع of material for any type of material، لكن هو تكون أكبر واللي هي الستاندرد يونت. الريم شنو هو؟ الريم إحنا إذا أستشي راح نتطرق له، راح نجي نتطرق له، اللي هي إنه لكل نوع من الراديشن إلى قوة معينة. يعني من أقول 5 جراي ناتجة من الجاما راي، هي مو خمسة متكافئ لي نفس 5 جراي الناتجة من النيوترونز. ليش؟ لأنه النيوترونز طاقتها على تأثيرها تقريب مرات قد يصل الفاست نيوترون إلى 20 مرة تأثير الإكس راي. فش يسوي حتى أكافئها؟ عادة شي يسوون؟ يضربون الدوز بمن؟ في الكواليتي فاكتور. الكواليتي فاكتور اللي هو شنو هو؟ يعني العامل تأثير الإشعاع. فمن أضرب الدوز في عامل تأثير الإشعاع راح أحصل على كمية أسميها الإكوافيلنت دوز. هاي الإكوافيلنت دوز وحدة قياسها شنو؟ وحدة قياسها الريم. إذن الريم it is the unit used for quantity اللي هي منه dose equivalent أو equivalent dose أو dose equivalent نفس الشيء. then the dose equivalent تساوين dose multiplied by radiation quality factor. لكل type of radiation إلى quality factor، فمن نضرب الدوز بالquality factor نحصل على dose equivalent. وحدة قياس dose equivalent هي الريم. هسه نجي إلى principle of radiation therapy.
طبعا عندي هدف بالراديشن ثيرابي، البيسك برينسيبل، الهدف الاساسي او المبدا الاساسي بالراديشن ثيرابي هو انه تو ماكسمايز دامج تو تيومر. يعني انا اردقت الخلايا السرطانيه احاول احصل اغلب تاثير او اكثر تاثير ممكن على الخلايا السرطانيه بحيث يقتلها and minimize the damage to normal tissue، اقل تاثير على الخلايا الحيه مال الجسم، لانه اكيد الراديشن من راح يجي راح يسبب لنا يمر بنورمال تيشو تيومر داخل البودي، لازم يمر بنورمال تيشو. فاني هدفي بالراديوثيرابي اقلل الدمج للنورمال تيشو وازيد الدمج لمن للتيومر سيل. This is generally accomplished by directing a beam of radiation at a tumor from several directions so that maximum dose occurs at the tumor. هنا الفكرة شنو؟ الفكرة هنا انه اخلي التيومر بالمنتصف واضربه من جهات مختلفة للتيومر، بالتالي النورمال تيشو ما راح تاخذ نفس الكمية من الجرعة اللي ياخذها للتيومر سيل. على عفوا صار عندنا خلل بالتسجيل. هنا نرجع لموضوع التيومر. التيومر اذا خليته بالمنتصف وضربته من جهات مختلفة، التيومر راح ياخذ الدوز اللي تجي من كل الجهات، بينما النورمال تيشو لا راح تاخذ دوز قليلة اللي فقط انضربت من جهتها، بالتالي راح يصير اكثر دمج المن الى التيومر سيل واقل دمج الى النورمال تيشو. مبدأ يعني آلية عمل الراديشن شلون يقتل الكانسر سيل، انه الايونايزنج راديشن، من اسمه احنا ليش سميناه ايونايزنج راديشن؟ لانه الايونايزنج راديشن يسبب لنا تأيون، يوخر لنا الكترون من الذرات ويخليها تصير شنو؟ ايونات، مو بوزيتيف ايونز، بوزيتيف اند نيجاتيف ايونز، ممكن انه يوخر من عندها، وهذا الالكترون اللي يطلع ممكن يروح لمن؟ الغير ذره، فراح يكون لنا بوزيتيف اند نيجاتيف ايونز. وبعد شو يسوي لنا؟ يكسر لنا الكيميكال بوندز، الاواصر الكيميائيه بين المواد، بالتالي راح يؤدي لنا الى تكوين مواد جديده. هاي المواد عفوا الجديده قد تكون سامه للكانسر سيل وبالتالي راح تقتله. الفاكتور ذا ديتيرمين هاو ماتش راديشن از ريكوايرد، يعني اذا اردى عدي تيومر اردى ضربه ايش قد احتاج راديشن، شنو العوامل اللي تحدد لي كميه الراديشن؟ اول شيء تايب اوف راديشن، نوع الاشعاع، تايب اوف سيل، نوع الخلايا، طبعا الخلايا السرطانيه مو نوع واحد، سرطانات انواع كثيره، لازم احدد نوع الكانسر، وبعد الانفايرمنت اوف ذا سيل، البيئة اللي تعيش بيها الخلية. هسه نجي راح لاحقا نبدي واحدة واحدة فاكتر فاكتر راح ندرسه. طبعا some types of radiation are more effective in killing cell or have higher relative biological effect. يعني بعض أنواع الراديشن يكون تأثيره البيولوجي أو تأثيره على التشو أكثر من الآخر، مثل ما قلت لكم الفاست نيوترون تأثيرها يمكن 20 مرة أكثر من إيش؟ من تأثير الأكس راي. فاللي يحدد لنا شنو هو؟ اللي هو الريلاتيف بيولوجيكال إفكت. خلينا نشوف الريلاتيف بيولوجيكال إفكت شنو هو. The RBE, relative biological effect, is defined as the ratio, نسبه, of the number of grays of 250 kV peak X-ray needed to produce a given biological effect to the number of grays of test radiation needed to produce the same effect. شباب، حتى نفتهم، هواي الطلاب سألوا على الـ RBE، قالوا ما افتهمنا. الار بي اي شباب انا من اريد اقول فد شخص، خلينا نفترض شخص اريد اقول طويل، ما اقدر اقول طويل او قصير واسكت، اذا قلت طويل شخص او قصير هنا ما راح يعطيني فكره ايش قد طويل ايش قد قصير، لكن اذا قلت مثلا فلان اطول من فلان
أو فلان أقصر من فلان. هنا معناتها إيش خليت؟ خليت في شيء ستاندر. هنا الستاندر اللي مخليه شنو هو؟ هو number of grays of 250 kbps X-ray. يعني هذه ستاندر أقارن بيها. فهنا راح يكون ال RBA عبارة عن كثر ratio نسبة. number of grays كمية ال absorb dose، يعني number of grays معناتها الجرعة absorb dose. اللي هي من 250 kbps X-ray إلى number of grays من test radiation to produce same effect، حتى ينتجن نفس التأثير. إذا طلع واحد ال RBE شباب هو نسبة مئوية، معناتها ال X-ray والtest عندهم نفس القوة. ليش؟ لأن هي نسبة هذا على هذا. زين، إذا طلع ال RBE أكثر معناتها number of grays of X-ray أكثر to produce same effect، معناتها test radiation شنو؟ أحتاج أقل من عدة دوز، معناتها هو أقوى. تمام؟ إذا بالعكس، لا، إذا بالعكس، إذا ال RBE أقل من واحد معناتها شنو؟ معناتها number of grays هنا مال الإكس-راي أقل من التست راديشن. من النمبر اوف جريز أقل معناتها الإكس راي تو بروديوس طبعا سيم إفكت، معناتها الإكس راي هنا شو تكون؟ تكون أقوى من التست راديشن. التست راديشن أضعف، أحتاج هواية دوز من التست راديشن حتى تو بروديوس سيم إفكت. بعد ايش عندي؟ عندي الكواليتي فاكتور. الكواليتي فاكتور هنا طبعا هو يشبه ال RBE related to the RBE quality factor، لكن ال RBE يتحدد لنا نوع الراديشن ونوع السيل type of cell، بينما ال quality factor يعتمد لنا على type of radiation فقط. يعني ال RBE معناتها أقول لفلان تشو ولفلان راديشن، مثلا لفلان type of cancer وفلان type of radiation، بينما الكوالتي فاكتور ما له علاقة بالtype of tissue، له علاقة فقط بالtype of type of radiation. ال LD lethal dose طبعا هنا ال lethal dose 50%، هنا مو قلنا يعتمد التأثير الإشعاع على عدة عوامل. النوع الأول هو type of radiation وحكينا عنه، هسه راح نجي على type of cell. أكو سيل، أكو بعض الأنواع من الخلايا more sensitive to radiation than others، يعني سهولة تنقتل بالراديشن. اللي حددوها شلون يحددوها نعرفها؟ هاي حساسة له لا، خلولها فكمية ثابتة سموها lethal dose for 50%. A quantity of radiation that will kill half نصف the cells أو organisms in population. زين، وضافوا لها شنو؟ عامل الزمن، صارت LD 50 على 30 within 30 days. يعني كمية الإشعاع LD 50-30، كمية الإشعاع اللي تقتل لنا نصف العدد من الخلايا خلال 30 يوم. العامل الثالث والأخير اللي يأثر لنا على بالراديوثيرابي هو الانفايرمنت اوف ذا سيل. دائما السيل اذا تشعاعها بوجود الاكسجين تكون اكثر حساسيه من السيل اللي ما متعرضه الى اكسجين. فدائما شي يسوون يعني يحاولون يعرفون الانفايرمنت مال السيل، اذا عندها اكسجين هواي معناتها تكون مور سنسيتيف تو راديشن، تحتاج كميه من الراديشن اقل. اكفد مصطلح بالراديوثيرابي هو شو اسميه؟ treatment planning. treatment planning it is the process of determining the best combination of radiation beam and their orientation. الكمية الجرعة يعني اللي يحتاجها، وبعد ال orientation اللي قلنا أضربه من كم جهة؟ من جهتين، من ثلاث جهات، من أربع جهات، حتى شو سوي؟ أخلي التأثير على normal tissue يتوزع بينما على cancer cell يتركز. الراديوثيرابي procedures هنا عندي نوعين من الراديو ثيرابي بروسيجرز تريتمنت، يعني طرق العلاج. عندي اول واحدة الاكسترنال بيم راديو ثيرابي، هنا من اسمه اكسترنال خارجي، معناتها اجيب مصدر مال راديشن اضرب الخلايا من الخارج.
In external beam radiotherapy, the radiation source is a certain distance from the patient. يعني خارج the patient على بعد مسافة محددة, and the target within the patient irradiated with an external radiation beam. يعني أشعة بمصدر خارجي من خارج the patient. وهنا عادة نستخدم شنو؟ الفوتون بيم اللي هي some electron beam أو photon beam. Then and very small fraction with more exotic particles such as a proton, ممكن proton, heavier ions or neutron, أي نوع من الراديشن. هنا أنا أقدر أضرب ليش؟ لأن هو أي سورس عندي خارجي أضرب به الكانسر سيل. There are two origin of photon beams. يعني أنا من قلت أضرب فوتون من الخارج, الفوتونات من أجيبها؟ عندي مصدرين لها. أما الجاما راي اللي هي من الراديو أكتيف نيوكلياي اللي هي الكوبل 60 عادة يستخدموها, كوبل 60, هذا كوبل 60 جاما أمتر, يصير بي دي كي يتحلل بانبعاث جاما. عادة يستخدموه بالراديوثيرابي لأنه الطاقة مالتها 1.25 ميجا إلكترون فولت, طاقته كلش عالية, الفوتونات اللي يطيها بالتالي هاي راح تسوي, راح تقتل الخلايا. وأما الأكس رايز consist of برمشنالينج فوتون and characteristic photons. يعني ممكن أكس راي نستخدم, لكن الأكس راي هنا produced either by X-ray tube اللي أسميه superficial or ortho voltage X-rays or linear accelerator, المعجلات الخطية اللي هي بالميجا فولتج, طاقتها بالميجا فولت, طاقتها جدا عالية. يعني مو هاي الاكس راي اللي استخدمها نفسها بالدياجنوستيك راديولوجي. يعني اذا اقول لك الاكس راي اللي بالدياجنوستيك راديولوجي تفيدني للراديوثيرابي, تقول لي لا ما تفيد. ليش؟ لانه طاقتها تكون قليلة. هسه نجي ننتقل الى الطريقة الثانية من الراديوثيرابي, هي البراكي ثيرابي. البراكي ثيرابي term used to describe short distance treatment, يعني مسافة قليلة of cancer with radiation from small encapsulated radionuclide source. This type of treatment is given by placing source directly into or near the volume to be treated. يعني شنو؟ يعني هنا الراديشن هناك قلنا externally بيم خارجي, هنا أنا لا, المصدر المشع راح أخليه أما داخل السرطان نفسه أو بالبادي كافيتيز اللي هي قريبة من السرطان, فبالتالي هنا أنا السورس راح يكون داخل المريض, هناك external بالبراكي ثيرابي راح يكون داخل المريض. In براكي ثيرابي the dose is delivered continuously, طبعا هنا الدوز تنبعث بشكل مستمر, either over short period of time temporary implants. يعني أما أخلي المصدر بصورة مؤقتة temporarily لفترة زمنية قصيرة, or over lifetime of the source to a complete decay. يعني أخليه لفترة طويلة إلى أن يتحلل المصدر, أما أخليه وأشيله هذا temporary implants. أما البيرمننت إمبلانت لا, أبقيه إلى أن يتحلل المصدر كله ويروح الراديو أكتيفيتي معته. الموست كومون براكي ثيرابي سورس إميت فوتونز, however in a few special situation بيتا أو نيوترون إميتينج سورس آر يوزد. يعني غالبيا يستخدمون الفوتون, الفوتونات تستخدم غالبا بكل أنواع الراديو ثيرابي. There are two main types of براكي ثيرابي treatment. البراكي ثيرابي بي نوعين, خلينا نشوف شنو هنا ذني النوعين, الانتراكافيتري والانترستيشال. الانتراكافيتري in which the source are placed in body cavities close to tumor volume, it is always temporary of short duration. يعني هنا أنا source أحطه بالbody cavities near the tumor, يعني البادي تعرفون بي كافيتيز تجاويف, أخليه داخل البادي كافيتيز near the tumor, وهنا غالبا ما يكون temporary لفترة قصيرة, مؤقت لفترة قصيرة.
النوع الثاني الانترستيشيال لا، هنا التيومر وين راح اخليه؟ عفوا الراديو نيوكليايد او السورس اخليه انسايد ذا تيومر، داخل التيومر، وهنا غالبا ما يكون يعني ممكن ان يكون تمبوراري او بيرمننت، وبالغالب يكون بيرمننت. ذا فيزيكال ادفانتج اوف براكيثيرابي، يعني اهم مميزات البراكيثيرابي تريتمنت كومبير وذ اكسترنال بيم، it is improved localized delivery of dose to target volume of intracellular tumor. يعني البراكيثيرابي ليش يفضلوا؟ يفضلوا انه الراديشن راح يروح مباشره اما للتيومر او بسايد ذا تيومر، الجود لوكاليزيشن تحديد موقع، ما راح مو مثل ذاك الاكسترنال ثيرابي لا منطقه كبيره راح تنضرب بالراديشن. لكن الديس ادفانتجز مالته هو شنو؟ هذا ما يستخدم لكل انواع التيومر، وعاده للتيومر الصغير اللي هو يكون ضمن منطقه محدده، وهو ما يستخدم لكل الانواع مثل ما قلت لكم، يستخدم في 10 الى 20% اوف تيومرز بالبراكي ثيرابي، بينما الباقية كلها بالإكسترنال بيم. هسه نجي إلى آخر موضوع اللي هو الراديشن بروتكشن إن راديو ثيرابي. الراديشن بروتكشن إن راديو ثيرابي، since the radiation therapy area of the hospital contain intense radiation source, it's typically surrounded by concrete wall about 0.5 meter thick. يعني المركز اللي خاص بالراديوثيرابي بإشعاع هواية، فأني حتى أحمي المنطقة المحيطة بي، ممكن مؤسسات حكومية، ممكن منازل سكنية، حتى أحميها عادة المؤسسة يكون الجدار مالتها مبني من الكونكريت اللي هو ثيكنس مالته نص متر تقريبا. To protect individuals who might inadvertently enter the room. يعني هنا اكو ناس مرات احنا دنشعر دنط المريض اشعاع، يجي شخص ما يعرف، ما يدري اكو هنا، ما يدري دنشعر، شي يسوي؟ يفتح الباب ويدخل وياخذ اشعاع. حتى نحميه من هذه الحالة شي نسوي؟ نخلي الباب بها سويتش ويا المشين، بحيث اذا انفتحت الباب المشين رأسا ايش راح يصير بيها؟ تتوقف، ما تطلع راديشن، حتى الشخص اللي اكسيدنتال يدخل للغرفة ما يتعرض للراديشن. وطبعا اكيد مثل ما قلنا هنا نستخدم ممكن كوبل 16 اللي كوبل 60 العفو اللي هو الكوبل 60 اللي قلنا يستخدم از جاما راي ايميتر، هنا شود بي شيلدد، يعني هو العنصر نخلي داير مدايرة ليت شيلد شيلد حواجز رصاصية حتى تمنع الراديشن. طبعا اكو شغلات لازم نسويها، يسويها الراديشن وركر، ليش؟ حتى يمنع يعني يحمي نفسه، يمنع الراديشن عن نفسه. اول شيء مينيمايز التايم نير ذا راديشن سورس، يعني اذا اكو مصدر ما يوقف يمه فترة طويلة، يعني يحاول يخلص شغله ويوخر عن المصدر. بعد وماكسمايز ذا ديستانس تو ذا سورس، يعني يوقف على مسافه بعيده على قد ما يقدر، ماكو حاجه يتقرب كلش من المصدر، يبقى على مسافه بعيده. وبعد يوز شيلد وير بوسيبل، يعني يلبس درع، يوقف ورا حاجز، يلبس درع معين رصاصي ليد، لكن يبقى يحافظ على نفسه. شكرا جزيلا لكم شباب، وهاي نهايه المحاضره.